السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه. أرحب بكم من جديد أصدقائي. يعني موضوع خفيف ظريف بالنسبة للتغريد. الكلام هذا كنت تغريد صعيب وما نقدرش نلقم به ليجان، وهذا يجي صعيب عليهم. راني نحوس على تغريد يكون ساهل ومليح. أصدقائي يعني نعياو نفهمو في التغريد، نعياو نفهمو في الأصول نتاعو وفي النقاط نتاعو، ما نقدروش نوصلو. لذا كاين حاجة الوحيدة يتأكد منها، ما كانش تغريد صعيب ولا سهل اللي تقدر تلقم به الفراخ. مد الفرخ يتلقم على روحه، يعني اللي يقدر يهزها يهزها. ما كانش تغريد صعيب وتغريد سهل، هذه فكرة ديرها في راسك. ما كانش، يعني نأكد فيها، ما كانش تغريد صعيب اللي ما يقدرش يهزو الفرخ. الفرخ مدلو يسمع يهز. وإن شاء الله نلتقي في موضوع آخر، وشكرا.